بسم الله، صباح الخير عليكم عزيز أعزائي المشاهدين، صباحاتكم سودانية، صباحكم جيرتك. اليوم بنطلع عليكم من مهرجان جيرتك السوداني، سومية الحبوبة، خرزة يمة، المحلب، الحريرة والضريرة، وصباحكم زين. اليوم نحن نصبح من مهرجان جيرتك المقام بكهرمان كافيه كهرمان النيل. مهرجان جيرتك مهرجان بيهتم بالتراث السوداني من مبدعات بلا حدود التراثية. المهرجان بيهتم بطقوس جيرتك، الطقوس الجميلة اللي بتتم في الزواج السوداني، وجيرتك بنعتبره تراث سوداني أصيل خاص بالسودانية. الجيرتك السوميتة وقرزة الحبوبة والحريرة والضريرة والصندلية والخمرة والحنة والمحلبية وكل الحاجات الحلوة الجميلة. نحن بنتحدث عن الجيرتك وبنعرف الشباب بالتراث السوداني وبتراث الحبوبات. الجيرتك أساسا عنده طقوس وعنده صينية خاصة. الصينية بتاعت الجيرتك بتتكون من الحج، بتتكون من الريح، وبتتكون من الحج الصغير دي بيخطوا فيها مسحوق المحلب والصندل اللي هو معروف بالضريرة، وبتكون من السوميتة اللي هي سوميتة الحبوبة، والسوميتة دي بلبسوها للعريس أثناء جيرتك، وسبحة اليسر دي سبحة تراثية بلبسوها للعريس والعروس أثناء جيرتك، ودي الهلال البزينبي وجبين العريس، ودي الحريرة وسوميتة الحبوبة اللي بيربطوها في يد العريس والعروس أثناء طقوس جيرتك، وعندنا الدهن الضريرة بخطوه على رأس العريس والعروس عشان أخط لهم مسحوق المحلب والصندل. الحرير المربوطة بالخرزة الزرقاء دي في اعتقاد إنه الخرزة دي بتمنع العين وبتمنع الحسد. دي كلها حاجات بتاعت حبوبات واعتقادات حبوبات والتراث نحن متمسكين بيها، وبنحاول سنويا بنعمل مهرجان الجيرتك عشان نذكر الناس بالطقوس الجميلة. وفي الطقوس بتاعت شرب اللبن والرش بالحليب، وفي قطع الرحط. قطع الرحط ده معروف بوقوف العروس في السباتة، لكن يا اخوانا وقوف العروس في السباتة وقطع الرحط ده في الزمن الحالي الناس اتخلوا عنه كتير، يعني بالذات هنا في العاصمة. تاني ما في عروس بتقف في سباتة وما في قطع الرحط، مع انه قطع الرحط ده مهم شديد، يعني اللي هو بيعتبر توديع لحياة العزوبية، انه العروس قطعه ورحضه معناته خلاص تاني طلعت من العزوبية وبقت في عالم تاني، فالحاجة دي اندثرت ونحن خايفين انها تدريجيا تندثر كل نهاية، وخايفين كمان انه الجيرتك ذاته يندثر والشباب ينسوه. عشان كده نحن بنقيم مجموعة مبدعات بلا حدود، بنقيم مهرجان الجيرتك ده في كل فترة عشان نذكر الشباب ونربطهم بالحاجات الجميلة بتاعتنا وبطقوسنا السودانية الجميلة. وبنتمنى انه الحبوبات واللمات والخالات يشجعوا الشباب والشابات على برنامج الجيرتك، وبنتمنى انه كمان ما يستمر زي ما هو في نص ساعة ساعتين في الصالات زي ما بقى في الزمن الراهن. بنتمنى انه يرجعوا له بيوم مخصوص بيوم الصبحية، يتلموا الاهل الكبار من الصباح ويعملوا فطور الصبحية المعروف بالعصيدة وبالشعيرية وبكل حاجاته الحلوة دي الصينية العامرة. وبنتمنى كمان من الحبوبات برضو والخالات انه يرجعوا لنا قطع الرحط. قطع الرحط ده سنتنسى نهائي، يمكن معظم الشباب والشابات ما بيعرفوا يعني شنو قطع الرحط، لكن الرحط ده زي ما انتم شايفينه في الخلفيه بتاعتنا خيوط من الجلد ومصبوغه باللون الاحمر وجميل، مفترض انه العروس تلبسه في يوم الجيرتك ومع التوب الاحمر ومع الجدل اللي على راسه ومع الذهب المخصص للجيرتك، بتديها صوره جميله. والرحط ده طبعا بيتربط في وسط العروس وبيكون مربوط فيه حلوى، كم عدد كده من الحلوى، مفترض انه يقطعوا العريس وبيفنوا على الحضور، حتى بيعتقد انه اللي بتقع على العروس او الفتاة الموجودة اثناء الطقوس ووقع فيها الخيط بتاع الرحط ده هي العروس المستقبلية، العروس الجاية على الدور، زي ما في الزفاف انه العروس بتفن الوردة وبتلموا فيها صحباتها وبتقولوا اللي بتخطف بوك الوردة هي العروسة الجاية. نحن برضو عندنا في الجيرتك الرحط، لما العريس يقطع الرحط ويرميه الفتاة اللي بتقع عليها هي العروسة الجاية وراه،
دي يعني حاجات جميلة وبرنامج جميل برنامج الجيرتك ده، وبنتمنى إنه الناس ترجع له بصورة أكبر زي ما كانت والناس تعيشوا من جديد ويبرزوا لي شبابنا وشابات من جداد. وبرجع بقول لكم صباحات سودانية وصباحكم جيرتك وحريرة وضريرة وخمرة وريحة وبحورة الحلو السوداني.